نتمنى ان شاء الله انتم ما كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا باحسن احسن احسن حال واحوال. فيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان غادي يكون فيديو عسل. اليوم عندي اوف وكنت واخده الصراحه دي رونديفو من شحال هادي باش نتهلا في راسي. حرقش عليكم المراحل، غنمشيو مرحله بمرحله. كنت كنفكر كنقول واش هذا الفيديو نهضر فيه ولا نخليه هكا صامت حسن، حيتاش فهمتوا من رونديفو لرونديفو بقى نقول لكم انا خرجت من هنا، انا دخلت لهنا، انا هادي انا هادي. اول رونديفو عندي هو خاصني نمشي نصايب الضفار ديال يديا ورجليا حيتاش حالتهم مساكن. سابيوكي تاتوا بام صالون، احسن صالون جادور، ماشي اشهار ولكن فعلا هذا الصالون غزال اكثر من هذا مولاتو المغربيه. وكيفاش الصالون ديالها نقي، كيفاش الستاف محترمين، ما كاينش هذيك قوه الهضره، كيفاش كتدخلي مرتاحه وكتخرجي مرتاحه. ايوا ساليت صوبت الضفيرات يديا ورجليا، صراحة انا مكيعجبنيش تصبغهم، كيعجبوني غير هكا يكونوا، ماشي يبان عليكم لا، كيعجبوني هكا يكونوا نقيقين وصافي. ومرة مرة فاش كنصبغهم، اما راكم عارفين مع الصلاه ما يصلحش تصبغي ضفارك، ما عرفتش كل واحد اش كيقول، اش كيقول عادي اش كيقول، واخا المهم حنا نحيدوا الشك وصافي. وتخيلوا شوفوا سبحان الله العظيم، والله العظيم الا كنهضر خالص قلبي قلت لكم هذا احسن صالون عندي، وفعلا احسن صالون. السيرفيس ديالهم زوين، الحمام عندهم زوين، الا بغيتوا البنات في البحرين حمام مغربي راه جابوا مغربيه هي اللي كدير حمام مغربي، ماساج، واصلا كاع الكلاينتس كلهم مراكنه اجانب رواسه حيت هاد البلاصه ديال الاجانب يعني زوين. وفاش صايبت وبغيت نخلص قالت لي ما تخلصيش حيتاش فطوم، ثانك يو سو ماتش، ما بغاتش تخلص من عندي. وشوفي سبحان الله والله العظيم الا ما كنتش كاع ناويه، انا بصح في ما كنكون عندي شي فرصه كنصور في الانستغرام هكا كنفيد البنات ولا هادي. واليوم عاوتاني في يوتيوب قلت غادي نقول لكم على الصالون حيت غتحتاجوه، وسبحان الله العظيم حيت قلت لكم ماشي اعلان ولكن بغيت نقول لكم ان انا ما خلصتش باش تعرفوا ما خلصتش. ثانك يو سو ماتش فطوم، كتحرجيني الصراحه. انا كنجي حيت فعلا 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 الصالون ديالك، علاش في هاد ولاد في هاد القاعده، حيت الصالون ديالك فعلا يستاهل كل ما تحمله الكلمه من معنى. يلا ليتس جو تو ماي سكند ابوينتمنت. الابوينتمنت ديالي، المهم شفت طبيبة استشارة باغا نحيد هادي هادي، شفت حيداني ولا دوب عليا، وباغا ندير بوتوكس هنايا هادو يا تسير الحجباني، وهادي شوية شكون عندو البروفايل مقاد، هادي شوفو شي شي بروفايل مقاد. Thank you.
ما كندير هاد الغلط كنجي في الجوع وماكل حتى فطراش دائما كنديرها وكنموت غير ماشي بالوجع بالسخفة ديال الجوع كتاثر لي على سميتو يسمح لي من راسي اليوم عرفتي شنو حيدت لي هاد الكره اللي كنت قلت لكم دابا راحت باقا منفوخه غتمشي ودرت بوتوكس ودرت هنايا قلت لي هنا صراحه خاصك بزاف خاصك اكثر من ابره وحده شوف ما يبانش لكم فرق قلت لي خاصك كتر ولكن انا صراحه ما غاديش ندير كتر البركه عليا غير هكا انا ما بغيتش انا داك الشرشبيل هكا هكا الله يجعل البركه ام لوكين سو فريش اند كلين عندي دابا ليزر ابوينتمنت مفروض نديرو لوجهي ولكن ما غاديش نخلي وجهي حتى من بعد بركه عليك انت دايره واخدة رونديفو ديال الفيشل وليزر دايرين عرض فيشل وليزر بربعين دينار بربعين ولا ثلاثين لا ثلاثين فيشل مع ليزر I don't like my hair ضحكتني قالت لي هاد البلاصه عندك بيضه على وجهك قلت لها ما فهمتش دابا هي خايفه من شي حاجه خايفه من انه عاد شرحت لي داكشي الاوعيه الدمويه وما يكونوا ضغطوا على الجلد وفتح لونه قلت لها لا انا راه هكا وجهي عندي هاد الضله هاد الفم ديرها ودير لي الضل على هنا وخلي هاد البلاصه بيضه قلت لي اي حاجه حسيتي فيها صيفطي لي كاين الزحام برا كان غنوصل شوفوا هاد الاحمر او ماي جود عرفت باغا ندير ليزر فول بادي ليزر حيت دايرين قلت لكم عرض فول بادي مع فيشل ب 30 دينار دابا ما فياش اللي تضر صافي الله يجعل البركه بركه هاد الضره اللي تضريت لي مور دان انف غادي ندير غير بيكيني وندير ارمز وجهي غنقول لها تجي ليه من بعد حيت وجهي ضروري شحال هذا ما درت له الليزر من الصيف الصراحه الطبيبه صراحه انا ما جربتهاش في حوايج اخرين مجرباها في الليب فيلر واعره خطيرة أحسن وحدة في البحرين كيجيو عندها تا البنات من السعودية وصاحبتي دارت عندها بوتوكس قالت لي زوين بزاف سو قلت هاد المرة غنجربو عندها أنا البوتوكس هادي تالت مرة المرة الأولى كنت درت بيبي بوتوكس كان خفيف غير باش نجرب داك الإحساس ما شدش فيا كاع تاني مرة درت بوتوكس شهر 5 ودابا في شهر دابا تقريبا حنا شهر 12 دابا انا في الاخر شهر 11 المهم شهر 12 خصوصا مع الخدمه ديالي وجبهتي انا راه صغيره واخا تبان لكم هكا في الفيديو ولكن انا راه جبهتي صغيكرونه فملي كيكونوا هذوك الخطوط كيخليو ليا هنا بيض هنا سمر هنا فهمتي كيكون واحد الاختلاف في الالوان بلاس انا البوتوكس صراحه كيساعد على النضاره في الوجه فاش كيمشي كيبقى يبان لك وجهك شاحب ماشي مكمش حيت انا اصلا باقا صغيره ولكن كيبان الفرق البوتوكس كيساعد الا كنتي كديري دوك المنتجات ديال اللي كيعطيو نضاره للبشره كيزيد يساعد صراحه هادي
نتمنى انها تمشي. دابا بانت ليا باقا منفوخه وخاصني نجي عندها. قالت لي ضروري تجي ديري روتوش ونشوف من هنا الروتوش واش غتحيد. باتري فيبل ما فترة ما تاع حاجة. خصني نمشي ناكل. ما عرفتش هاد الفلوك كي غيجي. قلت لكم غنبقى عليكم عندي هادي عندي هادي عندي هادي ما عرفتش كيفاش غيجي. anyway نمشي ناكل. كنحس براسي فيا بكيا عتمي كيقيسني شي حد. كنحس بالحكره كنحس بالبكيا هكا. طرا لي اخر مره عند واحد الطبيب كان دار لي بلا بنج وزرب عليا واحد الزربه ما حملته ما قبلته. خرجت من عنده مكتئبه شي سيمانه ما حملتش ديك الزربه اللي دار لي وداك الشيء. ودابا عاوتاني نفس الشعور. ام سنسيتيف اكسكيوز مي. خاص الطبيبات تقول لي معليش ما مسكينه بقيت كتقول لي معليش يا ندى معليش معليش. هي الصراحه يديها قويصحه كي كيقولوا ليها يديها قاسحين ولكن شغلها نار. غير هي ما تعقلش عليك خصها تسالي دغيا. سابيوكي تادوا بامنا من دو سيت. ما قلت لكمش انا من كثرت الايام مشيت للدار صليت وارتاحت شوية وبدلت حوايجي. تغدي كليت بعدا بدلت حوايجي ومشيت خديت تيكت ديال السينما. ودابا جيت للسوبر مارشي ناخد تخاط لي فرونسي مع لونغلي سوبر ماركت ناخد سناكات حيت انا ما كناكلش بوب كورن وناتشوز وداكشي. سو غناخد ليا من السوبر ماركت ونحطو في ساكي. العين شافت القلب وجع.조용히 잠들고 싶을 뿐이야. أول مرة نشوف ماجنوم ديال النعناع. أول مرة كيف يكون المذاق ديالو؟ صراحة أنا راه ما كناخدش لو ريسك في الماكلة. كيداريوكتي إي سونغاني كيبان عندي شي حاجة. قفل قفل قفلتها. هادي السينما اللي حدا الدار ما بعيداش. شوفوا فيها هاد لاسال انا راني كنتلف باش ما نجيش يقول لي انا مش ممكن في ساكك.또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울 뿐. My name is Pontius. It's nice to meet you. Is this your sister? That's me. 미지근한 샤워. Hi, welcome back. باش ما نكذبش عليكم هاد الفيديو صورت ليه المؤخرة صورت ليه المقطع الاخر ديالو. ولقيت بلي كان فيه نعاس وصراحة I don't like to share negative energy فقلت خليني نعاودو ليكم. وباش ما نكذبش عليكم ونمسحو ونقول لكم انا رجعت خاصني نكون معاكم صريحة حيت السوشيال ميديا فيها بزاف ديال الكذوب بزاف ديال الحوايج كيداروا حنا ما تنفهموهمش. بحال دابا فيديو نقدر نكون فيديو واحد كنصور لكم في عده ايام وندير ليه مونتاج ويبان لكم بحال يوم واحد. ولكن انا ام اونست ويز يو هاد سميتو كنصورو بعد يومين من الفيديو اللي درت. من هني تشوفوا النتيجه ديال البوتوكس اختي. شوفي بدا كيشد شويه. هانتي شعقلتي فاش هزيت حجباني وكان شوفي دابا انا ما عنديش مشكل في هنا ما
حنا ما كنديروش، حنا ما كنديروش غير هنايا باش ما يبقاش. شوفوا شوفوا اللمعه، شوفوا الجلو، شوفوا الجلو. اقسم بالله الا دايره السكين كير ديالي من الصباح، ودابا عاد رجعت 13. شوفوا الجلو، راه قلت لكم تيساعد على نضاره البشره الصراحه. وهادي هادي راه باقا هنا زرقاء ولكن مشات، هانتوما مشات باقا شويه زرقاء. I'm so happy. وهادي حتى هي جد زوينه. anyway طيب دابا نزل واحد الفيديو جديد، وجاوني ميساجات فنين، ومنهم واحد الميساج اللي عجبني بزاف، غنقراها لكم باش نقول لكم شنو بغيت نوصل. مروه صيفطات لي ميساج، وصراحه مروه يو ميد ماي داي والله. قالت لي، قلت لهم زعما بان حيت واحد البنت غزال صيفطات لي، قالت لي زعما راه اي حاجه كديريها كنشريها، واي حاجه كتحطيها كثرت ما ذوقنا كيتشابه وحنا كنتشابه، اي حاجه كتحطيها كتعجبني، اي حاجه كديريها كنبغي ناخذها. ايوا جاوني ميساجات كلشي كتكتب لي، ومروه كتبت لي وي انا الوحيده اللي كنثق فيها هي انت، اند شي انفلونسر سميتها ويد نوال ستوب اوف اف كتبت لي. شوف بالنسبه اللباس، اي لبسه كتلبسيها كنمشي نشوف منين خديتيها باش نشريها. حتى انا انت اللي علمتيني نلبس بكل صراحه. ذا جيفن موفمنت في الصيف ان شاء الله غنعمل شي كوموند، حيت جبرت شكون يجيبها لي من يوروب. بالنسبه للسكين كير ذا جيفن موفمنت راه زوينين صراحه، ولكن بعد ماشي كلشي كيتبدل في الصباح. جاست كويك ابديت، بالنسبه للسكين كير كلشي عامله له سكرين، كنشري حاجه بحاجه، حيت السكين ديالك بحال ديالي، وانت ماشي كتخربق في البروداكت، عارفه اش كتعمل ليزر. ملي سمعت فيديوز ديالك على ليزر اقتنعت، نط عملته حتى انا، والحمد لله الرحمه كتب ربي. دابا دايسون، وما ادراك ما دايسون، 5000 درهم ماشي سهله، ما حيت كنثق فيك عارفه ريزولت اللي كتشارك معنا، ماشي تخربقه مع ديتيلز اللي كيحتاج الانسان يعرف، ماشي ديك خذوا البنات هذا راه واعر مزيان، هاد واعر مزيان ولا نص نص ولا خايب كاع فاين، غتفيدني قنعني بعدا شني شفتي فيه بطريقه لوجيك. راه باقي غندير لكم البنات فيديو على دايسون ونشرح لكم عليه بزاف، سو ستي تيوند. وكتبت لي نتينا ما كتعملش شي هايده، بالعكس تماما بحال اختي كتهضر معايا اكزاكتلي، كنهضر معاكم بحال اللي كنهضر مع خواتاتي هادي، وكنشارك معاكم داكشي بكل حب، ما كنخبي لكم حتى شي حاجه. هير كير هادي واحد حاجه اللي بزاف والله كنتبعك في كل خطوه، والله كان والله ما كنكذب، حيت حتى انا شعري بحال ديالك، كنحمد الله جبرت بنت معقوله بحالك، نفس الذوق في اللباس، نفس التيب البشره، نفس التيب الشعر، نفس الطوله، نفس الجسم، نفس الشهر بيرثدي. الحمد لله انا متبعاك وكتعجبيني بزاف 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 حياتي، وكتعاوني بزاف 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 حياتي حبيبه ديالي. كنت باغا نسرد لك اوديو من تينا مانع ميساج، يمكن لا بالعكس انا باغا نسرد لك اوديو ما طلعليش. وكتبت لها او ماي جاد يو ميد ماي داي جيرل اي لاف يو سو ماتش، كتبت لي لاف يو مور حبيبه ديالي، فرحانه حيت قريتي مون ميساج، لهلا يخطيك علينا، ندعي معاك واحد الدعوه كتجيني هي اللي كتجمع كل شيء، نادى الله يحقق لك اللي كتحلم به كامل يا ربي. امين يا ربي امين، لهلا يخطيك الله يحقق لك تاني داكشي اللي كتمناه. شكرا بزاف على الميساج ديالك، ات مينز لوت صراحه والله، ميرسي بوكو 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 بوكو. هاد الفيديو كنتمنى يكون عجبكم بصراحه، كنت باغا ندير فيه بزاف ديال الحوايج، كنت باغا نمشي عند دونتيست نبيض سناني بلا بلا بلا، ولكن ما كفانيش الوقت وصافي، قلت نقسمو داكشي شويه هاد الشهر شويه شهر، القضيه محسوقه الصراحه هاد الشهر، ما تكفش عليا بوحدي كلنا داتي بعدا خصنا نتفاهموا على واحد الحاجه. انا راه ما كان انفلونسي حتى شي وحده دير بوتوكس فيلر داكشي، انت بشنو مقتنعه؟ انا القناعات ديالي غير على القناعات ديالك، واخا حنا اختي كنتشابهوا ولكن ما تانفلونسيش بيا، شوفي انت شنو محتاجه، الا كنتي محتاجه نفس داكشي اللي انا محتاجاه ديريه، ما كنتيش محتاجه وكنتي ما مقتنعاش بهذا الشيء مزيان ومزيان، ولكن انا كيعجبني نتهلا في راسي. انا ماشي ضد بوتوكس فيلر داكشي ديال التجميل، ماشي ضد، وبالنسبه ليا صراحه بوتوكس ماشي تجميل، بوتوكس كيخليك كيف ما نتيا، الا كنتي غادي تكمشي ولا تبهاتي كيرجعك كيف ما كنتي، فهمتي؟ يعني راه ماشي كيبدل لك الملامح ولا كيبدل لك شي حاجه، لا كتبقاي انت كيف ما نتي على اصغر، فهمتيني؟ البنات اللي كيكونوا اللي عايشين في الخليج راه نتوما عارفين، هما عارفين ان هادشي بحال شريب د الماء هنايا، كلشي كيديروا بالعكس، البنات كيخدموا واصلين ستاج الوحش عليا انا، راه كنعرف صحاباتي كويتيات وخليجيات راه كتخدم اول سالير ديالها كتمشي تضربو قرض كريدي، كتمشي دير شفط نحت شد،
برافو عليهم صراحه. ما كتفكرش ماشي بحال انا كنبقاو نفكروا البنج وخفت نو 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 نو. لا يا والده ما والداش كتمشي كتقاد داكشي اللي هي محتاجاه، كدير داكشي اللي باغا ديرو. حيت هنايا الا كتلقى شي بنت شاريه عقار ولا شي حاجه، حيت العقار هنا غالي ماشي اي واحد يقدر يشري دار ولا عادي، ففلوسها ديال الوظيفه ديالها كتبرع بهم، كتسافر بهم، كتشري بهم حوايج، كتدير بهم، كتقاد بهم راسها. هادشي باش هما كي زعما كي تهلاو فراسهم. ما كرهتكش حتى هي تهلاي فراسك، حيت انا صراحه ما كيعجبنيش نشوف شي بنت اللي باقا صغيره وما مهلياش فراسها. وكثر كثر ما كيعجبنيش الحال هي فاش كنشوفها عندها الامكانيات وتبارك الله بوست ديالها زوين وكتخسر فلوسها شي حوايج اللي فهمتي كتمشي للثانويات وكتخلي الاساسيات. مثلا ملي كنشوف بنت صغيره كنتبع واحد الانفلونسر زوينه كيوت زوينه وكلشي، ولكن مكرهتش انا ما كنعرفهاش ما كنهضرش معاها، ولكن مكرهتش نخرج ليها من التليفون ونقول ليها بركه ما تخسري الفلوس في الحوايج، سيري عند الديرماتو. لابو ديالها هي باقا صغيره، باقا صغيره بزاف، لابو ديالها ناشفه، عندها الخطوط بزاف شاحبه، شويه غادي تزيد عام عامين غتولي في كتبان ثلاثينيه جاده ولا اربعينيه، واصلا اصلا دابا في الحقيقه ثلاثينيه واربعينيه كتحنت مولا 19 و20. اش رايكم شبان لكم؟ اقسم بالله كنعرف صحاباتي 38 عام 40 عام كدا 40 عام كتحنت مولات 19 عام مولات 20 عام. كيفاش كيتهلاو فراسهم، كيفاش كيعتنوا فراسهم، كيفاش لابو ديالهم واعره زوينه ما شاء الله تبارك الله، والبنت اللي صغيره وباقا وجهها زوين وفيه كولاجين وفيه باقي فريش وباقي فيه ما يعطي ما مهلياش فراسها. انا I can understand ان كاين واحد النوع اللي ما كيقتنعش بهذا الشيء ديال اللي باري وهادي، ولكن على الاقل راه كاينين لي برودوي ديال النضاره، كاينين السكين كير، شوفي الا ما مناسباتكش بدليها، بدلي الديرماتو. هادشي خاصو يكون داخل في الروتين ديالك. تهلاو فراسكم، تهلاو فراسكم، تهلاي فراسك. واخا تكوني ام، واخا تكوني عندك مسؤوليه، واخا راسك خاصك تهلاي فيه، حيت شي واحد ما غادي يتهلا فيك من غير راسك. تمشي مثلا كتبقى هي بحال هذا موضوع اخر، هذا كيجلطني. انت كتكوني موظفه ادي الدنيا والصالير ديالك ادي الدنيا، وكتمشي تشاوري مع راجلك واش ندير ولا ما نديرش. ديري يا صاحبتي ديري، واش عارفو واش عارفو؟ كنعرف صحاباتي كيقولوا لهم راه مشينا نديرو غير فيشل، ما كيخليهم يدير بوجهم. ديري يا صاحبتي تهلاي فراسك، ما كيعجبهم هادشي. بقاي تثقي ليا بديك الهضره ديال كتعجبيني كيف ما انتي. ما كايناش هاد الهضره، ما كايناش هاد الهضره، كذاب كذاب تيقول لك كتعجبيني كيف ما انتي، وتمشي شي وحده تدوز من حدا انا فخا ومصايبه ومقاده يبقى حال فمو، ولا دايره وكيقول لك ما ديريش ماكياج وكتبقاي انتيا ما كتشريش ماكياج اصلا حيت راجلي ما كيعجبو الماكياج. ديري يا صاحبتي تهلاي فراسك، راه كنديرو ماكياج وكنتهلاو فراسنا ماشي باش نعجبو الرجال ولا باش حنا كنحسو بالسعاده وكنحسو بالثقه في النفس وكنحسو الانا ديالنا تيطلع، الايغو ديالنا كيعلى. او اللي ما عندهاش باش تهلا فراسها على حسب الامكانيات ديالك تقدري تهلاي فراسك، ماشي بشرط ان نشري لي برودوي الغاليين وندير سكين كير الغاليه باش نلقى نتيجه. بالعكس ما حدك كتهلاي فراسك. هذا صراحه موضوع غنديرو بوحدو، غندير لكم فيديو ديالو بوحدو، حيت انا يا ريت في عمر ديال المراهقه 16 عام 17 عام 18 عام كنت نعرف هذا الشيء، حيت ما كانش شي حد اللي ينصحنا، وما كانش يوتيوب وما كانش انفلونسرز وما كانش هذا الشيء ديال دابا. كنت زعما نبغيت انا منين نكون صغيره نعرف شنو هو غسول، واش من غسول يصلح لي، بشره دهنيه جافه، القماش، نعرف لي ماسك، نعرف بزاف ديال تيبس اند تريكس اللي حاليا ولينا كنعرفوهم. شحال هادي ما كانوش كيف ما كانوا الظروف وكيف ما كانوا الامكانيات، سواء كثيره سواء قليله نتهلاو في راسنا. كيف ما قلت لكم ما كاينش اللي غيتهلا فيك الا ما تهليتيش في راسك، الا ما بغيتيش راسك ما كاينش اللي غادي يبغيك. صراحه الغربه
والمعرفة ديال الناس والتعرفي أجناس وتعرفي ناس كتبدل لك الفيجن ديالك، المنظور ديالك الحياة كيتبدل. شحال هادي كنت أنا مع أن الأم تقاتل باش تقري ولادها، تعطي اللي عندها واللي في جهدها باش ولادها يقراو في مدارس بريفي ودير لهم السوايع وتستثمر في ولادها. ولكن دابا تبدلت لي الفكرة مني شفت بنات أمهات جدات، والله العظيم البنات إلى جدة ما كتقوليش جدة كيفاش مهلية فراسها بالسبور، كيفاش شعرها زوين، كيفاش لابو ديالها زوينة، كيفاش معتانية براسها. سمحي لي ما ننساش انا راسي ما عرفتش، انا ما عنديش الاولاد، ولكن انا ما نحطش كاع اللي عندي في ولادي ونسى راسي. بالعكس راه ولادك غيبغيو امهم تكون امراه جميله، غيبغي مو تمشي تاخذهم المدرسه ولا تمشي في فاش كيعيطوا البارنتس الاباء يديروا اجتماع يفتخر انك انت مو تكوني لابسه زوين، تكون لاطاي ديالك زوينه، تكون لابو ديالك زوينه، يشوف ماما فريش، يشوفك انت كقدوه ليه، ماشي انت تكوني مبهدله حالتك حاله بيجامه لتحت ما يشبه الفوق، الفوق ما يشبه لتحت، صنداله في شكل لون هذا في شكل هذا في شكل جسمك، تكوني فهمتيني. واخا نكون ام واخا نخسر على ولادي ما نساش راسي، ما نحرمش راسي باش ندير شي حوايج انا هي الاولى. حيت ما رد انا يلا انا فيني انا على والديا، هما مساكن جالسين بوحدهم، هما براسهم على والديهم حتى هما فين توظفوا. في الاخر كتبقاي انتيا ملي كتشوفي راسك في المرايا وكتلقاي راسك دوزتي واحد 20 عام ديال العطاء، واحد 20 عام ديال التكرفيس، ما كتعرفي منين تبداي، واش نبدا من لاغيد، واش نبدا من سناني، واش نبدا من فورمتي، واش ندير، واش نخلي. تهلاو في راسكم، ماكله زوينه صحيه، الرياضه. انا عرفتي هذا الموضوع راه طويل، راه واقيلا خاصني ندير لكم فيديو بوحدو. كما قلت لكم راه كنعرف امهات وجدات، انا ما كنتصاحبش مع اللي صغر مني، قليل تلقاو شي وحده صغر مني. انا صحاباتي كلهم في 38 للفوق، كلهم عطاء وكلهم محبه، وما كاينش هذاك الشيء ديالنا حنايا تتسدي بابك كتزوجي ما كتبقى عندك صحابات. لا، مره في السيمانه ديال صحاباتها كتخرج مع صحاباتها، كتمشي دير السبور، كتدي ولادها للمدرسه، كتدي ولادها للسوايع، كتهلا في ولادها، كطيب ليهم، كتهلا في راجلها، وكتخرج مع صحاباتها. كيخصك تخرجي مع صحاباتك، كيخصك تنفسي، تفرغي الطاقه السلبيه ديالك. هذا لا يعني انك تمشي تفرغيها في صحاباتك وتعاودي لهم مشاكلك، ولكن تجمعي مع ناس اللي كلهم طاقه ايجابيه، تخرجوا تضحكوا تنشطوا تلعبوا. انا راه كنوريكم فيديوهاتي كنجمع انا وصحابات، انا والبنات كنلعبوا العاب سخيفه جدا، العاب حامضين، ولكن كنحسوا بطاقه ايجابيه، كنضحكوا، ماشي كنجمعوا على النميمه والهضره الخاويه وهذه قالت وهذا قال. راكم شفتوا في فيديوهات كنخلقوا السعاده غير من دوك الالعاب الحامضين ديال اللي كنا كنلعبوا في الابتدائي، وخالقين السعاده، السعاده وعاجبنا الحال، وكتخرجي وانتيا انتي عندك الغد لي عندك نفس جديد انك تعطي وتعطي اكثر لولادك ولعائلتك. anyway هذا الموضوع طويل بزاف، انا يا كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى فيديوهات الاخرين يعني نكثر لكم من هذا الشيء، حيت انا كيعجبني نتهلا في راسي وكيعجبني نشوفكم حتى نتوما مهلين في راسكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنساوش ديما غنبقى نقول لكم هذه الهضره، الا كنتي دايره الجرس وما كيوصلكش الجديد ديالي حيديه وعاودي ديري الجرس، وخلي لي الكومنت ديالك، خلي لي الراي ديالك، بغيت نعرف، بغيت نقرا، بغيت نشوف الراي ديالكم في هذا الشيء اللي تنقول، والراي ديالكم في الفيديوهات، ولا عندكم افكار جديده خليوها لي في هذا الفيديو. وديروا لي فولو في الانستغرام، تيك توك، سناب شات، نخليهم لكم في الديسكريبشن بوكس. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، مع السلامه، باي.